أنا لي 22 سنة ونص شغال في شركة أدنوك للإمداد والخدمات. اليوم دوري مدير دعم العمليات اللوجستية بصفح بيس. Everything under control. How many items you have in this vessel? Yes, Roger, Roger. إحنا كبورت أوبريشن نقدم الدعم للشركات من ناحية المناولة المواد سيرفيس أوبريشن، ومن ناحية الدعم اللوجستي حق الجزر البحرية الموجودة في أبو ظبي. احنا تربينا في هذه الشركة، كل يوم في تعلم إضافة معرفة للخبرة الموجودة حاليا عندنا. انا فخور اني شغال في هذه شركة أدنوك للإمداد والخدمات، وان شاء الله نتمنى للأجيال القادمة يتبعون نفس النظام، وان شاء الله للأمام